الله وبركاته. مظاهرات واحتجاجات في نادي الزمالك الآن. يشهد نادي الزمالك حاليا في هذه اللحظات مظاهرات احتجاجية تتسارقاتها كل دقيقة ضد السيد عماد البناني. عماد البناني الذي تم تعيينه بالأمس مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك خلفا للواء حسن موسى، حيث سبب هذا الأمر حالة غضب زملكاوي كبير كون انتماء الرجل معروف. المظاهرات والتجمعات بدأت عصرا ثم اتسعت رقعتها الآن وتتزايد دقيقة بعد دقيقة من أعضاء نادي الزمالك، حيث الهتاف صريح وواضح ضد السيد عماد البناني بضرورة الرحيل الفوري عن نادي الزمالك، وكان أبرزها هتاف الأهلاوي برا. هتاف آخر جاء ده أهلاوي كلنا عارفينه، البناني مش عايزينه، ليه يا أشرف ليه؟ حسن عمل إيه؟ حسن موسى مية مية مش زي الخونة والحرامية. هذه المظاهرات والاحتجاجات تتم والسيد عماد البناني موجود داخل مكتبه في النادي يباشر مهام عمله بصورة طبيعية، ده لأنه ما عندوش دم. كلنا عارفين مين اللي بيعمل كده زيه كده بالظبط، ما عندوش دم. الناس بتشتمه وبتينه وبتقول يا حرامي يا حرامي ساعات يا حرامي صندوق تحيا مصر، وعادي الصمت لغة العظماء.